ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى استعراض لأهم ما كتبته الصحف لهذا اليوم، والبداية من صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت مقالا تحت عنوان سوريا تقع في الهاوية. قالت فيه: ها قد مرت 7 أسابيع منذ أن اتهم وزير الخارجية جون كيري الدكتاتور السوري بشار الأسد بأنه يشن حرب تجويع ضد شعبه. مئات الآلاف من الأشخاص يخضعون لحصار حكومي في مناطق تقع تحت سيطرة قوات المتمردين، والتي ترفض بدورها السماح بمرور المساعدات الغذائية والدواء. السيد كيري كان قد حذر بأن على العالم أن يتحرك بسرعة، لأن تكتيكات النظام تهدد بأخذ الكارثة الإنسانية إلى الهاوية. منذ ذلك الوقت لم يكن هناك أي تحرك، لا من العالم ولا من الولايات المتحدة التي تملك الوسائل اللازمة لكسر الحصار، ولكنها اختارت ألا تستخدمها. والنتيجة هو أن سوريا ومع بداية الشتاء انحدرت إلى هاوية السيد كيري. السيد كيري الذي كرس كثيرا من وقته خلال الأسبوعين الماضيين في رحلات مكوكية فاشلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لم يظهر الكثير من الاهتمام بالكارثة الإنسانية في سوريا منذ أن كتب مقالا افتتاحيا نشر في 25 من أكتوبر. سياسة الولايات المتحدة تضاءلت إلى حد التخلص من نظام الأسد الأسلحة الكيماوية والترويج لمؤتمر السلام في الشهر القادم في سويسرا. مؤتمر السلام أصبح ورقة التوت التي تخفي غياب أي استراتيجية أمريكية تجاه سوريا، حيث من غير المقرر أن يعقد حتى 6 أسابيع قادمة. خلال هذا الوقت فإن مزيدا من السوريين ودون أدنى شك سوف يموتون من الجوع والبرد ونقص الدواء، هذا في حالة لم يتعرضوا للقتل نتيجة القصف العشوائي الذي يمارسه النظام. لدى الولايات المتحدة خيارات لم تستخدمها لحد الآن، إذ بإمكانها أن تطلب من روسيا التوقف عن عرقلة أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يطلب فيه من نظام الأسد السماح بمرور قوافل الإغاثة، وذلك كثمن للمضي قدما في المؤتمر الذي بدأ كمبادرة من موسكو. كما بإمكانها أن تهدد بشن ضربات صاروخية وجوية ضد القوات التي تفرض الحصار. السيد كيري كان كتب في مقالته: لا يمكن للعالم أن يجلس جانبا ويرى الأبرياء وهم يموتون، ولكن هذا بالضبط ما يقوم به هو وإدارة أوباما حاليا. كتب زهير سالم مقالا نشر على موقع مركز الشرق العربي للدراسات تحت عنوان إذا كان هذا التوحش في القصف على المدن تمهيدا لجنيف فليذهب مؤتمر جنيف والداعون إليه والمستجيبون له إلى قرارة الجحيم. قال فيه: كلما اقترب موعد جنيف المشؤوم الذي يعلم الجميع أنه لن يحمل للسوريين أي بارقة فراج، ازدادت الهجمات الأسدية توحشا وضراوة على المدن والبلدات والأحياء السورية. لم تمنع الكارثة الجوية التي نزلت بالشعب السوري والتي جعلت كل المنظمات الإنسانية في العالم تحار كيف تقف إلى جانب المستضعفين والمعذبين من السوريين، وكيف تساندهم في الداخل والخارج، ولا سيما بعد أن بلغت إحصاءات هذه الكارثة أكثر من 20 إنسانا ماتوا من البرد ومعظمهم من الأطفال. لم تمنع هذه الكارثة مجرم الحرب القاتل المبير بشار الأسد من استثمار ظروف الكارثة الجوية بالمزيد من القتل والمزيد من القصف والمزيد من البراميل المتفجرة. ومن فك أفراد عصابة حرب الإبادة الأسدية يؤكدون بمناسبة وبغيرها أنهم لن يذهبوا إلى جنيف إلا لتثبيت سلطتهم وتأكيد كلمتهم والحصول على ترخيص دولي في قتل المزيد من مخالفيهم ومعارضيهم. نحمل المجتمع الدولي قاطبة والأمين العام للأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية للأمم المتحدة مسؤولية جرائم الحرب هذه، ونعتبر هذه الأطراف شركاء في كل ما يقع على شعبنا من عدوان الطاغية بشار الأسد وشركائه من الروس والإيرانيين واللبنانيين. ونؤكد أن صمت الهيئات الدولية على هذه الخروق المستمرة والبالغة للقانون الدولي سيفرغ هذا القانون من كل معانيه، وسيجعل من الصعب على شركاء الجريمة هؤلاء أن يتحدثوا بعد اليوم عن هذا القانون أو أن يتذرعوا به عندما يحتاجون إليه.
نعلن للعالم أجمع أنه إذا كان هذا التوحش في الهجمات الأسدية على المدن والبلدات السورية إنما هو تمهيد لمؤتمرهم المزعوم في جنيف، فليذهب جنيف والداعون إليه والمشاركون فيه والمستجيبون إليه إلى قرارة الجحيم. وبالانتقال إلى صحيفة العرب اللندنية، حيث كتب ميشيل كيلو مقالا تحت عنوان النظام السوري والطوائف، قال فيه: لا تبقى أي شرعية لأي حكومة تقسم شعبها إلى زمر وعصب موالية ومعارضة لها، ولا يكون أي نظام وطني أو شعبي إن هو قرب الموالين وعاد المعارضين أو وضع هؤلاء في مواجهة أولئك. استولى البعث على السلطة في ظرف خاص، كان الحزب ريفي الطابع وغريبا عن كتل المدن البشرية الكبيرة وخاصة منها كتل دمشق، حيث بقي البعث تنظيما هامشيا رغم أن مؤسسيه كانا دمشقيين. ومع أنه كان أحد أحزاب الطبقة الوسطى أيديولوجيا، فإن الحزب فشل في أن يكون حزبها السياسي، واعتمد الفلاحين قاعدة مجتمعية وحاملا شعبيا قبل أن يضموا إليها قطاعات مدينية من الأقليات استخدموها كنسق داعم وكاحتياط استراتيجي، وضمنوا تحييدها عن بقية المجتمع وولاءها عبر تخويفها من خصم وهمي وهو الأغلبية المسلمة التي اعتبرها النظام إسلامية، ونشر أجواء جعلت منها خطرا داهما على الأقليات التي لا حماية لها غير النظام. ويتساءل كيلو: هل خدمت سياسات النظام الطوائف التي يسمونها اليوم الأقليات؟ كلا، إنها لم تخدمها، بل وضعتها بالأحرى في مواجهة مخاطر تهدد وجودها، ليس فقط لأنها حملتها أعباء تنوء أكتافها الضعيفة بحملها، تتجلى اليوم في عدد ضحاياها الذين سقطوا دفاعاً عن سلطة زجت بها في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل، تخوضها ضد أغلبية مجتمعية نزلت إلى الشارع مطالبة بالحرية لجميع السوريين. كان هؤلاء سيفيدون منها بالتساوي، لكن النظام فوت عليهم فرصتها وضحى بهم من أجل مصالحه دون أن يقدم لهم مقابلا أو يعدهم بتغيير أو يسمح لهم حتى بالتعبير عن رغباتهم وخياراتهم. وها هي الأقليات تنزف اليوم دما وتخسر خيرة أبنائها في معركة ليست معركتها. وختم كيلو بالقول: ماذا أفادت الطوائف من تمسح النظام بها وتسخيرها لخدمته؟ بعد قرابة 40 عاماً يبدو الجواب قاطعاً: لا شيء، غير وقوعها في المخاطر التي زعم أنه يحميها منها والمهالك التي رماها إليها بحجة الحفاظ عليها. وبالانتقال إلى موقع هابرلر الذي نشر خبراً عن وزير العدل التركي الذي أكد بأن تركيا تتعقب أصحاب النوايا السيئة من السوريين الوافدين إلى أراضيها، قال وزير العدل التركي سعد الله أرجين أن هناك بعض أصحاب النوايا الخبيثة بين النازحين السوريين القادمين إلى تركيا، مؤكداً أن حكومته تبذل ما بوسعها للتصدي لهؤلاء والتمييز بينهم وبين من يحتاجون المساعدة بالفعل من اللاجئين. وأضاف أرجين في زيارة أجراها إلى ولاية هاتاي جنوب البلاد يوم الثلاثاء أنهم يفتحون أبوابهم في تركيا لاستقبال إخوانهم السوريين المسلمين تنفيذا لما يمليه عليهم حق الجيرة من واجبات، مشيرا أنهم يؤدون مهمتهم الإنسانية تجاه المستضعفين القادمين من سوريا هربا من بطش النظام الوحشي الجائر. وتابع أرجين بقوله: أحيانا يندس بين هؤلاء اللاجئين بعض من أصحاب النوايا السيئة، إلا أننا نقوم بما يلزم حيال ذلك من تشديد الإجراءات الأمنية على حدودنا والتأكد من هوية من يعبرها للإقامة على أراضينا. ونفى أرجين الإدعاءات التي تشير إلى تمرير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا عبر تركيا، مشددا على أنهم يتخذون كافة التدابير والاحتياطات اللازمة من أجل منع هؤلاء من الدخول إلى تركيا. مشاهدينا الكرام، وبالانتقال إلى صحيفة يني شفق التركية التي نشرت تصريحات للائتلاف الوطني السوري مفادها لن نذهب إلى جنيف 2 إلا إذا توقف قصف المدنيين، جاء فيها:
قال لؤي صافي الناطق الرسمي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنهم لن يذهبوا إلى جنيف 2 والمرجح عقده في 22 من الشهر المقبل إذا عجز المجتمع الدولي عن إجبار نظام بشار الأسد على وقف قصف المدارس والمدنيين. وأوضح صافي أن الائتلاف وإن كان قد أبدى مرونة في الاستعداد للذهاب إلى المؤتمر إلا أنه من غير المعقول أن يذهب إلى جنيف 2 بحثا عن حل سياسي بينما النظام يواصل تصعيده للهجوم تأكيدا على اعتماده خيار الحل العسكري. وشدد صافي على أن اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الذي يعقد في اسطنبول أوائل شهر كانون الثاني المقبل قد يشهد قرارا بتعليق المشاركة في جنيف 2 إذا استمر الصمت الدولي إزاء الهجوم المستمر لقوات الأسد. ووجه شباب سوريون انتقادات حادة لقادة الائتلاف عبر صفحات الفيسبوك لعزمهم الذهاب إلى جنيف 2 في الوقت الذي يواصل فيه النظام قصفه للمدنيين. وأدان الائتلاف في بيان صادر عنه يوم الثلاثاء الهجمات التي حدثت في حلب واصفا إياها بأنها تكشف عن حقيقة الموقف الذي يتبناه نظام الأسد من جنيف 2 ومن أي حل سياسي. وقال الائتلاف في بيانه أنه وبعد فشل حملته الأخيرة على حلب وعجزه عن احتلال أي جزء من المناطق المحررة يشن النظام حملة عشوائية تهدف إلى نشر الفوضى والدماء وتفريغ المناطق التي فشل في دخولها. وأدان الائتلاف موقف المجتمع الدولي مضيفاً اليوم وبالتوازي مع مواقف النظام من جنيف 2 يبدو المجتمع الدولي غير مهتم أو معني بالقيام بأي جهد من شأنه إنجاح المؤتمر ويبدو عاجزا عن اتخاذ موقف جاد يضمن وقف شلال الدم ويساعد في إيجاد حل يحقق انتقالا للسلطة إلى حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تسعى لتحقيق تطلعات الشعب السوري. مشاهدينا الكرام، نشرت جريدة حبر تقريرا بعنوان تفاصيل المؤسسة الأمنية التي تزود نظام الأسد بالمرتزقة، قالت فيه: نشرت حركة أحرار الشام الإسلامية في حلب صورة مرتزق روسي تظهر أنه تابع لشركة خدمات أمنية وعسكرية عالمية. وتبين من خلال صورة الهوية التي نشرتها أحرار الشام أن الجنرال الروسي أليكسي ماليوتا يعمل لدى شركة موران الأمنية العالمية. وبالدخول إلى موقع الشركة تبين أنها منظمة عالمية تملك 10 فروع حول العالم أحدها في العراق. وتعرف عن نفسها بأنها مجموعة دولية من الشركات التي تقدم الخدمات الأمنية. وتتحدث المجموعة عن نفسها بالقول: نقدم برامج شاملة وتدخلات مركزة لصالح العميل، وتستند استراتيجيتنا إلى معرفة متعمقة للقوانين الدولية والمحلية المعقدة، بالإضافة إلى معرفة تامة بممارسات وعادات وتقاليد البلد الذي نعمل به. وتضيف: اكتسب موظفون مهارات كبيرة أثناء التدريب العسكري والخدمات المدنية ونضمن أنهم حققوا كفاءة مهنية عالية المستوى. وتؤكد المؤسسة أنها تستهدف المناطق الساخنة الراهنة في العالم مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا والتي تشمل تجنيد الخبراء المحليين في هذه البيئات الديناميكية والحساسة للغاية. ومن خلال تصفح الصور التي نشرتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني يستطيع المشاهد اكتشاف وجه الشبه الكبير بين لباس عناصر المؤسسة والعناصر الذين تم التقاط صورهم منذ أسابيع في مدينة حمص في الوقت الذي اختلفت فيه التحليلات حول كونهم روساً أم أوكران. إلا أن الأهم هو تأكيد وجود هذه الشركة بشكل رسمي في صفوف القوات التي تقاتل إلى جانب نظام الطاغية بشار الأسد. كتب مصطفى القاسم مقالا في صحيفة زمان الوصل تحت عنوان النظام الذي يسقط النظام العالمي، قال فيه: إن الخدمات الجليلة التي قدمها الأسد الأب للعالم على حساب المنطقة والإسلام والعالم الإسلامي وتماهى معها الأسد الابن واستفاد منها زعماء العالم حتى في دول الشعوب المسلمة
جعلت سقوط النظام السوري تهديداً حقيقياً لأنظمة كبيرة في العالم، وباتت هذه الخدمات المعيار الحاكم للموقف العالمي من القضية السورية. ونحتار وتحتار العقول فيما يجري، وفي حرص العالم على فوز وبقاء القاتل، ليس بالضرورة بشخصه، ولكن من خلال منظومته أو نظامه. وهنا يكمن الربط الذكي للأسدية ما بين الخدمة التي تؤديها هذه المنظومة عالمياً وما بين وجودها شخصياً، وبالتالي ارتباط ديمومة هذه الخدمة ببقاء الخادم وضبابية علاقته بالمخدوم على تعدده وتنوعه وتنافسه. إن الأسد الابن يدرك أهمية النظام الذي خلفه له أبوه، ويعلم حرص العالم على هذا النظام وإصراره على توفير الحماية له، ويدرك أنه ليس في العالم حب شخصي أو علاقات إنسانية، كما يدرك أن استمرار بقائه الشخصي مرهون بربطه لخيوط لعبه بيديه. لكن نقطة الضعف الحقيقية ضمن هيكلية النظام تكمن في فقدان السيطرة ضمن دائرة الحاشية العائلية الأقرب، وبالتالي فقد هؤلاء لأعصابهم أحياناً وقيامهم ببعض التصرفات والارتكابات التي تتجاوز الحد الأقصى المقبول به من قبل الشركاء الدوليين، لأنه سيسقط أقنعتهم ويكشف وجوههم القبيحة أمام شعوبهم بشكل يمنع هذه الشعوب من القبول بالحد الأدنى الذي قادتها إليه الصناعة الإعلامية في بلادها. لقد فقد النظام السيطرة أيام حافظ على يدي رفعت، وهو يتكرر على عهد بشار على يدي ماهر، ودفع رفعت ثمنه بإجباره على التخلي عن طموحه الرئاسي الذي لا زال يراوده حتى الآن، ودفعه بشار وماهر على شكل توافق دولي تمثيلي بالتنازل عن الكيماوي أو بعض الكيماوي. إن كشفاً حقيقياً مغطاً إعلامياً يذهب بأوراق التوت عن الكثيرين ويكشف الغمة عن العيون لهو كفيل إلى حد كبير بوضع الشعوب أمام حقيقة الجريمة التي يشاركون فيها على أيدي أنظمتهم، ويبين للأمم الأسباب الحقيقية والمساهمين الحقيقيين في صناعة الإرهاب الدولي. وبالتالي قد يسقط النظام السوري والكثير من الأنظمة المتواطئة على شكل لعبة دومينو عالمية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.